كل خير. يسرني جدا أن أقدم زميلي المتكلم لهذه الأمسية الدكتور وسام المليجي، وهو الحاصل على الدكتوراه في الأدب من جامعة الإسكندرية بمصر، حيث شغل وظيفة رئيس قسم اللغة الإنجليزية قبل انتقاله إلى جامعة ماكاليستر بولاية مينيسوتا، حيث أنشأ برنامج اللغة العربية، ويعمل حاليا أستاذا للغة العربية وأدابها بجامعة ميشيغان في مدينة ديربون. تشمل اهتماماته البحثية الأدب العربي، الفنون التشكيلية، وصدر له مؤخرا كتاب يجمع حوالي 500 قصيدة لأكثر من 200 شاعرة عربية من العصر الجاهلي وحتى العصر الأندلسي، وقام بترجمتها جميعا إلى الإنجليزية، وهو أول كتاب يصدر باللغة الإنجليزية يجمع بين الترجمة والدراسات النقدية عن شاعرات هذه الفترة من التراث العربي. أهلا وسهلا دكتور وسام. مساء الخير. مساء النور. أود أن أبدأ بأن أشكركم جميعا، وأشكر أصدقائي الدكتور علي والدكتور وسام والدكتور هاني، وأشكر خاصة زوجتي شيرين هناك وابنتي ياسمينة في الحضور، لأنهما نجح في إلهامي بالتفكير في الكتابة عن دور المرأة في الثقافة العربية. سأتحدث بشكل مختصر عن أسباب اهتمامي بهذا الموضوع، وأعتقد أن هذا لا يرجع إلي أنا، ولكنه يرجع إلى أهمية الدراسة في أدب المرأة وفي شعر المرأة، خاصة من الناحية التراثية ومن ناحية التراث العربي، في مقابل الاهتمام بشعر المرأة المعاصرة فقط، وهو ما نجده أكثر في أغلب الدراسات، سواء في الجامعات العربية أو في الجامعات الأجنبية عن طريق الترجمة. حين قمت بالتدريس في جامعة ماكاليستر، وقبل ذلك في جامعة ميدلبيري، ولكن في لها فرع في كان موجود في الإسكندرية في مصر، لاحظت أن الصورة النمطية عن المرأة العربية خاصة في العصور القديمة، وأعتقد كثير منكم يعرف ذلك، صورة سيئة وسلبية إلى حد كبير، فيتم تصوير المرأة أنها تعرضت على مدى قرون إلى القمع، وقد يكون جزء من هذا أكيد صحيح، ولكن يتم دائما إغفال دور المرأة في الشعر والعربي، وخاصة دورها وإسهاماتها في الثقافة العربية القديمة على مدى العصور القديمة. نتحدث عن ما يزيد عن أكثر من 1000 عام، ويمكن 2000 عام حتى، في منذ بدايات اللغة العربية كما نعرفها، من قبل الإسلام وفي صدر الإسلام وفي العصر الأموي والعصر العباسي والعصر الأندلسي. فنجد أكثر التراجم التي اهتمت بترجمة الشعر العربي تهتم بترجمة الشعر العربي الذي كتبه الرجال فقط. فمن الممكن أن تجد بعض المختصين في الجامعات الأمريكية من الطلاب أو من الأساتذة الذين يدرسون الأدب أو يدرسون الأدب العربي عن طريق الترجمة، وكنا نتحدث مع الدكتور هاني عن هذا الفرق بين التدريس عن طريق الترجمة الأدب العربي وتدريس الأدب العربي لمن يقرؤون الأدب العربي بلغته، يهتمون ويعرفون مثلا يعرفون أبي نواس، يعرفون المتنبي لأنه له بعض الترجمات، وإذا عرفوا بعض الشاعرات سيعرفون الخنساء، من الممكن بعضهم يعرف رابع العدوية، وسنستمع لكل منهما. ولكن حين نظرت إلى أو حين بحثت في هذا الموضوع، وجدت أن الشاعرات اللواتي كنا يكتبن الشعر في نفس الفترة الزمنية، ونحن نتكلم من القرن 7 الميلادي تقريبا، وحتى القرون الوسطى، حتى القرن 14 أو حتى قبل ذلك 12، في الإمبراطورية البيزنطية مثلا، أو في الحضارة الرومانية، الإمبراطورية الرومانية، أو في الحضارة الإغريقية، قمت ببحث عن ذلك، ووجدت أن الشاعرات
باللغة اللاتينية حوالي 9 شعرات لهذه الفترة الزمنية. الشعرات العربيات أكثر من 400 شعر أو 600 شعر في هذه الفترة. فعن أي قمع وأي إجحاف لدور المرأة هذا إذا كان هناك أكثر من 300 أو 400 شعر عربية يكتبن باللغة العربية، حين أن الشاعرات اللواتي كنا يكتبن باللغة اللاتينية أو اليونانية لم يصلن إلى 10 شاعرات. كل شعراء الكلاسيكيين المعروفون الذين نعرفهم في الترجمة كلهم رجال، ولكن في العصر العربي القديم، وللأسف هذا لا يتم تدريسه حتى في مدارسنا العربية إلا في مراحل عربية، بعض الشاعرات الذين نعرفهم الآن مستر خنساء كما قلت، ولكن عندنا مئات الشاعرات. والأهم من هذا، وهذه نقطة مهمة سأتطرق إليها أيضا، فكرة تدوين الشعر، الديوان الشعري، ما نقول عنه بالإنجليزية anthologizing، فكرة أن anthology أو ديوان الشعر أو تجميع الشعر، تجميع القصائد. كثير من الكتب الأجنبية أو المكتوبة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية بها نوع من، سواء هو ادعاء أو فكر خاطئ، أن أول من بدأ جمع الشعر في كتاب كانت الحضارة الرومانية تحديدا، أو بعدها بقليل في بدايات العصور الوسطى، خاصة الحضارة باللغة الإنجليزية، فكانت في المملكة المتحدة في ذلك الوقت كانت الإمبراطورية البريطانية. وهذا غير صحيح، أول من قام بجمع الشعر العربي في ديوان كان العرب، كان باللغة العربية. كلنا نسمع عن الجاحظ ونعرف عن الجاحظ كتاباته في النقد وفي الشعر وفي الفلسفة وفي غيرها، بس القليل يعرف أن الجاحظ جمع شعرات النساء، شعر النساء، وهذا أحد كتبه. نسمع عن الأصفهاني، والأصفهاني مشهور بكتابه اسمه كتاب الأغاني، وكتاب الأغاني يجمع الشعر ويتحدث عن الشعر وقواعده، وربما يكون من أقدم الكتب في أي لغة تؤسس لنقد الشعر أو للنقد الأدبي كعلم وكفن وكأسلوب دراسة. ولكن الأصفهاني له كتاب آخر اسمه الإماء الشواعر الشاعرات، القليل يتكلم عنه، ليس مترجم باللغة الإنجليزية هذا الكتاب. ففكرة جمع الكتب، جمع الشعر أو جمع القصائد من شاعرات مختلفة ومن شعراء مختلفين في كتاب واحد، بدأها الشعراء العرب وبدأها الكتاب العرب. والأهم من ذلك، أو ربما لا يقل أهمية عن ذلك، أتحدث كثير مع زملائي لأنني حديث العهد بجامعة ميشيغان، بس كنت في جامعات أخرى قبل ذلك، عن فكرة المنح، ونتحدث أنا ودكتوراني عن فكرة grant أو منحة مالية للقيام بالأبحاث، لأننا نحتاج إلى دعم مادي من الجامعة إلى آخره. فكرة المنحة المادية كانت موجودة منذ فترة قديمة في العصور العربية القديمة، في العصر الأموي والعباسي والأندلسي، وفكرة أن يقوم الخليفة أو أمير المؤمنين أو أحد الأثرياء أو الوزير بنفحة مالية أو على العطايا المالية للشعراء. دائما ما نتصور هذا على أنه كان يمنح الشاعر أو الشاعرة، ودائما يكون شاعرا في التصور، هذا غير صحيح، المال لكي يكتب شعر المدح، وبالتالي تم الاهتمام بشكل مبالغ فيه بشعر المدح العربي كأحد أهم أو أبرز أنواع الشعر، وهذا غير صحيح. الشعر العربي، الشعر المدح أحد بنود أو أحد أصناف الشعر العربي، ولكن له ليس أهمها، هناك أنواع أخرى كثيرة. والكثير من المنح والعطايا التي كان يحصل عليها الشعراء والفلاسفة العرب كانوا يحصلون عليها للدراسة وليس لكتابة شعر لتمجيد الحاكم. الأصفهاني حصل على ذلك، الجاحظ حصل على ذلك، الكثير من الكتاب لم يكونوا يكتبون الشعر، بل بعضهم لم يكن شاعرا ولكن كان دارسا أو باحثا. ففكرة أن يتم منح العطية أو سرة المال كما نراها في الأفلام والمسلسلات وفيها الدنانير الذهبية ويلقيها إلى الشاعر،
هي صورة مضحكة ولكن فيها امتهان لكرامة الشهر وفيها امتهان وتقليل من قيمة مؤسسات دولية هائلة حكمت قرون طويلة وأدت إلى حضارات كبيرة. ولم يكن لهذه المؤسسات أن تصل إلى هذه النهضة دون الاهتمام بالمرأة أو دون أن يكون للمرأة دور كبير. هذا مستحيل. أثبت التاريخ أن إذا لم يكن هناك اهتمام بالمرأة كما هناك اهتمام بالرجل وبالأطفال وبالأسرة وبالثقافة لا يستحيل أن تستمر دولة. وللأسف هذا ما يحدث في بلادنا. بدأت أهتم بالثقافة العربية منذ صغري، ربما لأنني أنا مصري، والدي ووالدتي من مصر، ووالدي كان أستاذا جامعيا، ولكن في فترة السبعينات، بعضكم قد يعرف ذلك، كان من الشائع أن يقوم أساتذة الجامعة بالسفر للتدريس في بلدان عربية أخرى، وبالتالي أنا مصري ولكنني ولدت في بيروت الجميلة، واسمي وسام حتى ليس اسم مصري، هو اسم لبناني. والدتي أسمتني على اسم الطبيب الذي أشرف على ولادتي، حتى قلت لها تعرفيش حد في مصر سميني على اسمه إيه الفضائح دي، يعني سميني على اسم أول رجل لبناني وسيم طبيب تريد تسميني وسام، أريد وسام. سافرنا بعد ذلك إلى مع والدي أيضا إلى ليبيا وإلى المغرب وإلى السعودية، العراق، اليمن. فأعتقد أنني نشأة مواطن عربي وليس فقط مواطن مصري، ولذلك شعرت بأن الثقافة العربية متنوعة منذ نعومة أظافري، هذا مع اهتمام أبي بالفنون والأداب إلى آخره. لذلك أرى أن حين أرى تدريس اللغة العربية وتدريس الأدب العربي تحديدا خاصة للأجانب، في إجحاف كبير للثقافة العربية، وجزء هائل من هذا الإجحاف يعتمد على عدم الدراية باللغة العربية بشكل جيد، وأيضاً عدم الدراية بالثقافة العربية القديمة. وهناك وربما يكون هذا من ضمن أسباب الفجوة بين الجيل القديم من المهاجرين الأوائل مثلي.